ما وسعها. انا ثاني العيد الناس معيدين في بيوتهم، احنا من اجل الغاز كانوا مضربين وقتها العمال، واحنا مباشره نسافر وتحركت القاطرات مباشره، وكان الجيش يرافقها لا وصلها لكم الى ما تزللها حدود البيضاء. فاقصد ان المشكله ليست مشكله جيبوا المهندسين من غدا فيتحرك مدير الامن في صنعاء، فيتحركوا معهم مباشره وسيذهبوا الى اخر نقطه في هذا الجانب. فاحنا القضيه بامانه، تذكر وين جاء رمزي على اساس انه يفهموا رئيس الاركان والاخ نائب رئيس الوزراء، انه كان ياتي ليلا ونهارا، وكان وقتها رحمه الله عليه الشهيد الشدادي، من اجل تسهيل وتذليل المازوت. وقلنا نستثني وليس لنا فضل ولا منا، وقلنا مأرب لليمنيين، كل اليمنيين دون استثناء، لكن يجب ان نقدر الشعب في حياة الجنود والجيش الذي يؤديها من اجله ومن اجل مصلحته، حتى لا نصبح نتواكن وكاننا ما بلا نلملم. ليست العمليه لملمه، اليوم الناس على مشارف نصر، فيجب ان يكون هذا النصر ان يسدد بالكهرباء. شكرا لك، ما لك شكر ولا لنا فضل في هذا الجانب. وظلت العمليه هو يتواصل معنا، يتواصل من اجل المازوت يسير ويذهب، وقلنا تستثنى جميع المحل الكهرباء حتى انه يظل مستمر من اجل الناس المواطنين، لكن المواطن يجب ان يقول قوله. ما عاد بقى نرضى ضخم المواطن ودم ونسفك، وفي الاخير الان ما في اشكال، رئيس الاركان كلها الدوله هنا، رئيس الاركان نائب رئيس الوزراء ستحرك الفرق ولو من غد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية كلها ممثلة من غدا الصباح، وستروا قلتها لكم، ما حتى أحد كان يسمعنا، ما كنت إلا أنا ورمزي، قلت والله لن يسمحوا هذه الفئة ما دامت هي موجودة لديكم، لن يسمحوا حتى لهذا الرجل أن يتحرك من مكانه. وأنا أعرف إيش الذي يواجهه وإيش الذي يواجهه الذي هو مدير خالد راشد، يحاول بقدر استطاع كلكم تريدوا تعملوا شيء، لكن يجب أن نعثل الغبار عن رؤوسنا وعن وجهنا وأن نضحي. لن يصل والله ما دام كل الشعب اليمني، وعاد احنا الزاويه الضبابيه وزاويه شمال وزاويه شمال، يجيب الشعب اليمني انقشع الغبار. ووضحت الامور، ما هو مصلحه اليوم لو تجلسوا بس عندي 10 تنزلوا تشوفوا ابناء الشعب اليمني، هل جاؤوا يتفسحوا من مارب؟ 700,000 لم ياتوا يتفسحوا من مارب، لكن اخرجهم الضيم والقهر. فاقصد انه لا يقول الدكاتره واساتذتنا انه اليوم لا، احنا اذا ما تم هكذا بيتم كذا. اقول لكم من غدا بتحل في الحكومه من يتحرك لاخر نقطه، وباذن الله عز وجل مثل ما قال رئيس الاركان سيكون باذن الله النصر قادم، لكن يجب الشعب اليمني، انتم من تقودون، انتم يا اساتذتنا ويا دكاتره الجامعات، انتم في مقدمه، واذا ضحينا ولا شيء ما وجدنا من اجل الذله. فاقول ان احنا في مفترق الطرق، يجب ان لا يبقى بعد اليوم سنتين نهر من الدماء من اجل ان يضحي الشعب من كرامته، وناتي وعاد احنا نحاول ان احنا نتلمس عن بعد او عن قرب عن هذا الشيء. لا، خدمه ستصل، مأرب هي لليمنيين، ومن قال انها لمأرب هي قوى كذاب، هي لليمنيين دون استثناء، من شماله الى جنوبه الى شرقه، واليوم يثبت ذلك ابناء اليمن الذي داخل مأرب. ما عاد يوما ما اراد ان يتردد ولا يقول لا يمشي الغاز، لا يمشي الكهرب، لا يمشي، ولا بنسمح ان احد يجزئ مأرب ويقول هذا سلطه محليه واحنا نتعامل مع هذا تجزيء. هذا الذي يبحث عن وحدة اليمنيين ولا شيء تجزعه. أنا أعرف الموقف ونقدر موقفكم الذي أنتم اليوم جئتم من أجله، لكن يجب أن ننتظر الغبار على رؤوسنا، ومثل ما ذكر الأستاذ المهندس تجلسوا وترتبوا، الدولة موجودة وتتحرك من يحميها، وبإذن الله عز وجل ستصل الكهرباء عما قريب، لكن هنا ستستمر، ما حد منعها من أول يوم، والقذائف تتسلط عليهم قذائف الكاتيوشا. إذا ما أنتم تعلمون يجب أن تعرف، يقول رقم المهندسين الذي تضرروا والذي قتلوا هم موجودين معنا وهم موجودين الآن. فيقصد كفى نحن نجامل مثل هذه الفئة التي أرادت أن تدمر مقومات الشعب اليمني.